تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. نخصص هذه الحلقة لمشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيص. يبدو أن العنوان يكون صعبا بعض الشيء على رجل الشارع العادي من أمثالنا، لكننا في هذه الحلقة سنوضح أهمية هذا المجال للأفراد، للمواطنين العاديين وللشركات الصغيرة والكبيرة والمستثمرين، إذ يعتبر هذا تيسير كبير عليهم جميعا في مجال الاستثمار والدفع الاقتصادي وفي إنجاز الأعمال الخاصة بالأفراد أو بالمشروعات الصغيرة أو بالشركات أو خلافه. إذن سنحاول أن نتعرف في هذه الحلقة على مفهوم التأجير التمويلي وعلى مفهوم التخصيم وعلى الجديد في السياسة التشريعية المستقبلية في هذا المجال، وربما نطوف على أيضا السياسة التشريعية الموجودة حاليا. ما الفرق بين التأجير التمويلي والتيسيرات المقدمة من خلاله والتمويلات التي تقوم بها البنوك؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ كل هذه الأسئلة بالطبع نحاول أن نجيب عليها من خلال هذه الحلقة الجديدة من قضايا تشريعية، والتي يشرفنا للرأي والتحليل والتفسير فيها ضيفان كريمان بارزان. يشرفنا الأستاذ الدكتور عوض الترساوي، المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والمحامي بالنقد. شرفتنا يا دكتور. أهلا دكتور علي. أهلا وسهلا. كما يشرفنا أيضا الأستاذ الدكتور أيمن عبد المرضي، أستاذ التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. مرحبا بسيادتك يا دكتور. أهلا معالي دكتور، شرفتنا. ونشوف تقرير مبدئي حول موضوع الحلقة ثم نبدأ النقاش على الفور. وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دورة انعقاده المقبل. وفي هذا الإطار صرحت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي أنه في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرها وتحديثها واعتبارها من الأنشطة المهمة التي تخدم عمليات التمويل للمشروعات وتعزز أهداف التنمية والإنتاج من خلال توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية. من جهة أخرى، صرح دكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحكومة وافقت على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وأضاف عمران إن التأجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد، وهو لتأجير الأصول لمدة محددة حتى يتحول إلى التملك، مؤكدا أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوزيعها وبيعها، وبالتالي القانون يعطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال. وأكد عمران أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة. مرحبا بحضراتكم من جديد. بعد ما شفنا التقرير ده نبدأ النقاش، ويسمح للدكتور عوض أبدأ مع الدكتور أيمن. دكتور، المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي هيسمع بعض المصطلحات الصعبة، التأجير التمويلي والتخصيم، هيقول الكلام ده يا عم أنا ماليش علاقة بيه، ما أشوف أي حاجة تاني، مع أنه إحنا بنقول أن الموضوع ده يهم الأفراد العاديين والمتخصصين. إزاي نقدر قبل المشاهد ما يسيبنا نفهمه هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر حضراتكم أولا. فكرة التمويل، تأجير التمويل ديت أحد أدوات التمويل الهامة جدا في الاقتصاد المصري، لأنه يعتبر طريق موازي أو متنوع أو مختلف عن الطريق التقليدي اللي هو الاقتراض عن طريق المصارف أو التمويل المصرفي. ولكن ما هو شكل التأجير التمويلي؟ هو عبارة عن عقد بين طرفين، طرف مالك يسمى مؤجر، وطرف آخر مستفيد أو منتفع يسمى مستأجر. بمقتضى هذا العقد بيمنح المالك اللي هو المؤجر اللي هو صاحب الأصل الرأسمالي
نقل حيازة واستخدام هذا الأصل إلى المستأجر لمدة محددة في مقابل قيمة إيجارية لفترة محددة، ويجوز بعد كده للمستأجر أنه يعرض شراء هذا الأصل، يعني يتملكه أو يرده إلى مالكه الأصلي. وبالتالي فأن الفكرة هنا أن هناك مشروعا استثماريا، هذا المشروع له صورتان عادة، إما مشروع استثماري قائم وفي هذه الحالة بيبحث عن التوسع ويبحث عن شراء أصول رأسمالية تخدم مشروعه، ولكن معه موارد مالية لكن لا يستطيع انفاقها كلها على فكرة شراء الأصول الرأسمالية من مستلزمات إنتاج وآلات ومعدات وهكذا، فبيلجأ إلى شركات التمويل التأجيري ساعده شوي إن هي بيتفق معها على شراء أصول رأسمالية بمواصفات فنية محددة، وتقوم هذه الشركة بالشراء ثم تقوم بعقد التأجير للمستأجر، وبالتالي فهناك منفعة متبادلة ما بين المؤجر وما بين المستأجر في هذه الحالة. طب في المشروعات الصغيرة والمشروعات ورجال الاستثمار، أنا كمواطن بسيط لو عايز أجر أشتري شقة أو عايز أشتري تاكس أو أشتري محل أو أشتري آلة معينة، أقدر أعمل الحكاية دي من خلال النظام ده؟ هو القانون الحالي بيمنع الأشخاص الطبيعيين من الاستفادة من قانون تأجير التمويل. القانون الحالي. ولكن في المقترح إن هو يتوسع بعد كده ويشمل الأفراد الطبيعيين، الأشخاص العاديين يعني. اللي هو لأن القانون بيشترط إن يكون في شكل على الأقل شركات يعني أو كيانات اقتصادية محددة. فده ممكن المقترح الجديد يفتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين، لكن ممكن مجموعة أشخاص يعملوا مثلا شركة استصلاح أراضي أو شيء أي كيان اقتصادي. أي كيان اقتصادي هو عقد في النهاية، هو في النهاية عقد، والعقد شراء المتعاقدين في اتفاق بين طرفين، ولكن يجب على الشركة المؤجرة أن تكون مقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية، ده شرط أساسي أن تكون مسجلة. مسجلة في السجل المعد للقيد للشركات حتى تستطيع أن تقوم بالنشاط، ولكن لا يشترط أن يكون الطرف الآخر كيان مسجل أو كيان شركة مساهمة أو ما إلى ذلك يعني. المؤجر اللي هينقل حق نفسه الأصل الاستثماري، لا يجب أن يكون له هناك مرخص. هناك شروط الترخيص. ده طبيعي. ولكن المستأجر أو المنتفع لا يشترط. وزي ميزة شركة مقاولات صغيرة عايزين نستأجر أو نعمل عادي. طبعا بالضبط بتتفق. الشرط إن أنا بقى متسجل. شركة فطور النشأة مثلا ولا تمتلك وفرة مالية إنها تستطيع أن تقوم بشراء الأصول الرأسمالية اللي يحتاجها المشروع، فبتلجأ لهذه الشركات. القانون هنا بيفتح نافذة مهمة جدا للتوسع الاستثماري وزيادة المشروعات الاستثمارية. طيب. ده بالنسبة للتمويل التأجيري. بالنسبة للتخصيم في حاجة أخرى بتناولها القانون اسمها التخصيم. التخصيم ده عبارة عن شركات بتتفق مع بائعي السلع أو الخدمات لشراء الحقوق المالية الحالية اللي هي عند إبرام العقد أو المستقبلية أي بعد إبرام العقد المقدمة للمنتفع من الخدمة، بحيث أن هي تتدخل وتحل محل الشركة، يعني تصبح هي في مصاف الدائن بالنسبة للمنتفع، تبقى الدائن والمنتفع يبقى مدين. تقوم هذه الشركات بالدفع الفوري للحقوق الآجلة للشركة الدائنة في الأصل مقابل أن تتنازل هذه الشركة عن التحصيل والأوراق التجارية المدين بها منتفع الخدمة، وبالتالي بتستفيد الشركات في هذه الحالة، الشركات اللي هي مستفيدة من نظام التخصيم بالسداد المعجل أو الفوري بدلا من السداد الآجل. حقيقة ده بيعالج مشكلة شركة التخصيم بقى بالرسوم، بيعالج مشكلة كبيرة جدا يا دكتور علي فيما يتعلق بالسيولة، السيولة المالية، لأن الأجال ديت طبعا بتعمل مشكلة سيولة بالنسبة للشركات، إذا كانت شركات خاصة إذا كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو فطور النشأ. طيب. فنظام التخصيم بيساعد على فكرة الإيه الدوران، دورة الانتاج بصورة سريعة لهذه الشركات يعني. طيب خليني اسمح لي انتقل للدكتور عوض. دكتور، من خلال الممارسة الحياتية والواقع، وحضرتك مستشار قانوني للجمعية المصرية للتمويل ومحامي بالنقد، مدى كان احتياجنا لهذا القانون، قانون التأجير التمويلي والتخصيم؟ هو بالفعل الحاجة إلى القانون وفلسفة القانون التأجير التمويلي هو بطبيعته قانون ذا طبيعة خاصة. بمعنى مسألة الانتفاع أو الانتفاع بالآلات أو المعدات أو العقارات منظمة في كل القوانين، سواء القانون المدني أو القانون التجاري أو قانون الإيجارات حتى العادية، ولكن هذه القوانين لا تتسم ولا تتلائم مع طبيعة عقد الاستثمار المستهدف منه في الأساس خلق أدوات تمويلية غير مصرفية بغير الطرق التقليدية التي تقدمها البنوك عن طريق الإقراض.
وينتقل إلى تمويل بشكل مغاير. الفلسفة التشريعية كان لابد أن يخرج قانون بهذا التنظيم لينصب كقانون خاص يطبق على هذه الحالات، يستثني كافة القواعد العامة أو الشريعة العامة في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الإدارات، وينصب عليه تشريع قانوني خاص. فإذا كان هناك ضرورة وحتمية تشريعية لخروج هذا القانون، هل كان هناك قانون بالفعل؟ بالفعل كان هناك القانون 95 لسنة 95 أصدرته الدولة المصرية وشرعته سنة 95. هذا القانون أفرز نتيجة المعاملات اليومية والنزاعات القضائية والتصرف في الأصول ومغايرة المستأجر والتلاعب أحيانا ورهن هذه الأصول المؤجرة له أو وضع اسم عليها كاسم مالك ثم التعامل عليها بشكل مغاير، خلقت لنا نوع من أنواع التصورات القانونية الجديدة. فكان لزاما أن يتدخل المشرع بخلق وضع قانون جديد يتلافى به العوار الذي كان في القانون 95 لسنة 95 ويعيد صياغته مرة أخرى. فاشتركت الجهات الثلاثة المعنية بهذا القانون وهي الرقابة المالية، هيئة الرقابة المالية باعتبار أن ذلك من أدوات التمويل غير المصرفية، البورصة المصرية شهمت في هذا القانون، ثم جاء دور وزارة الاستثمار بواسطة الوزيرة الناشطة دكتورة صح النصر، وأصرت على خروج هذا القانون في هذه الفترة الزمنية للضخ أداة جديدة وعقود جديدة بتصورات جديدة في المستقبل القريب للمستثمر، فتح أفاق جديدة أمام المستثمر. عقد التمويل التأجيري عقد بطبيعته عقد قد يكون وطني خالص وقد يكون عابر أو دولي بطبيعته، بمعنى أن أنا في التأجير التمويلي لدي مشروع قومي، الدولة غير قادرة على تمويل الآلات المستخدمة في إنشاء هذا المشروع، وليكن مثلا أنفاق قناة السويس محتاج المكن، المكن ده بإيجاره ضخم جدا ما أقدرش أتملكه. أستطيع عن طريق التأجير التمويلي أتفق مع المورد ومع شركة المؤجر اللي هي شركة التمويل لضخ هذه الأموال، ثم بعد ذلك أيلولة هذه الآلات نتيجة الاستثمار وتحقيق عائد ودخل من المشروع أيلولة ملكيتها إلى المستفيد وهو المستأجر. إذن أنا عندي عقد بطبيعته بيبدأ بالاستئجار كعقد منافع ثم ينتهي إما بالتمليك، والتمليك هنا ليس حتمي، إما بالتمليك أو بالاسترداد أو الرد. الاسترداد في المفهوم القانوني إن المؤجر أو صاحب العقارات والمنافع المؤجرة يستردها، والرد أن ينهي المستأجر نفسه العقد ويرد هذه الأعيان إليه. التشريع بيأفرز لي إشكاليات كتيرة جدا. طيب فترة استخدام هذه الآلات ألا يعد لها فترة أو حساب اسمه حساب الإهلاك الدوري لهذه المعدات؟ مش بتتناقص في المدة؟ لازم أعينه وأحدده وأضع وفقا للمعايير المحاسبية المصرية عشان أعمل إنقاص لهذا الإهلاك. طيب استخدمت آلات كبيرة جدا في مشروع مثلا ضخم زي استزراع المليون ونص فدان، وبعد ما انتهيت من المشروع وغير راغب في الاستمرار في استخدام هذه الآلات وعاوز أرجعها، إذا أعيدت مرة أخرى هذه الآلات عند دخولها إلى الدولة المصرية مش دخلت بجمارك وضرائب ورسوم؟ طيب كيفية الرد في حالة الإعادة؟ القانون نظم وقال إذا أعيدت يرد القيمة التي تم دفعها الرسوم بخصم 20% عن كل سنة من سنوات الاستغلال. طيب هناك إفرازات قانونية ومنازعات. المورد عندما أتعامل في عقد التأجير التمويلي أنا أحيانا أدخل في مفاوضات مع الحكومة المصرية مثلا لإنشاء مترو أنفاق بطريقة التأجير التمويلي اللي هو النظير له في العقد الإداري عقود البوت أو عقود البي أو تي للإنشاءات. ده العقد الخاص. التأجير التمويلي هو النموذج الخاص في التمويل المغاير للنموذج العام في البي أو النظير للنموذج العام في البي أو أو تي. طيب هذا المشروع بتعامل معاه عندما أدخل في مفاوضات مع الحكومة المصرية لهذا الإنشاء أو لهذا المشروع، مش لازم أنا أبقى ضامن أو أنا على اتصال بالمورد الذي سيقوم بإنتاج الآلات وتوريد وتصديرها ليا؟ فإذا بخش باتفاق عقد اتفاق مبدئي مع المورد بحدد العلاقة بيني وبينه، ثم عقد جديد مع الحكومة المصرية، ثم الانتهاء بالعقد النهائي وإتمام الصفقة كاملة. إذا تريد تقول الأطراف المتعددة دي لابد أن ينظم القانون أو نظم القانون العلاقة التي تربط بينها. عشان كده كان في حاجه واقعيه وحياتيه للمشروع القانون ده. دكتور ايمن انا عارف ان انت اشرت في اجابتك الى بعض الانشطه اللي ممكن استخدامها، لكن اود شيء من التفصيل خاصه كلام الدكتور عوض او حالي انه ربما هذا المشروع قانون هتحتاجه الحكومه
اكثر من ربما الافراد اللي هم الافراد اللي هيكونوا مؤسسات استثماريه او خلاف، لانها بتخش بتحتاج الى العمل مشروعات كبيره. وانت تعرف ان احنا حاليا في فتره مشروعات ضخمه بتتولاها الدوله تحت اشراف سياده الرئيس والحكومه. طبعا هو القانون، بس هو للاسف يعني هو القانون الحالي في بعض المعوقات اللي يعني هو كل اللي ذكره معالي الدكتور يمكن في المقترح بالنسبه للقانون، مشروع قانون مقترح. ولكن القانون الحالي الحقيقه انه بيتضمن بعض السلبيات اللي بتعوق هذه الفكره اللي بتاثر الاستثمار اللي اصبح منتشر دلوقتي في جميع مناحي الحياه الاقتصاديه، ورغبه الدوله في التوسع في المجال الاستثماري من خلال تهيئه مناخ عام للاستثمار وجاذب للاستثمار او تهيئه بيئه الاعمال الاستثماريه. طبعا الدوله في مشروعات للبنيه التحتيه الاقتصاديه تستطيع الدوله زي ما ذكر معالي الدكتور انها تخش عن طريق في شركات تمويل تاجيري تمول هذه المشروعات، طبعا لان هذه المشروعات بتحتاج الى وفره ماليه كبيره جدا ومعدات حديثه. كل هذا قد لا يتوفر لدى الدوله بشكل كامل، فيمكن عن طريق التمويل التاجيري او التاجير التمويلي الدخول شركات خاصه لتمويل هذه المشروعات، منها مشروعات البنيه التحتيه، منها مشروعات زي المثلث الذهبي او المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس او العاصمه الاداريه. كل هذه المشروعات القوميه تحتاج الى، لان القانون ما حددش او ما قصرش التعامل في التاجير التمويلي على فكره المشروعات الخاصه، ولكن تضمن اي مشروع اقتصادي انتاجي او خدمي. يعني الفكره هنا مش فكره القصور القانون على فكره المشروعات الخاصه، ولكن ايضا المشروعات التي تتدخل فيها الدوله. الفكره هنا ان هناك شركات تستطيع ان تمول هذه المشروعات من خلال تمويل التاجير، فممكن تستفيد بها الدوله وممكن يستفيد بها الافراد القطاع الخاص المشروعات الاستثماريه اللي هي في طور النشأ. وخاصه كمان ان برضو من بجانب التمويل التاجيري في تقسيم زي ما قلت لحضرتك، التقسيم ده يمكن هو حديث العهد بالاسواق المصريه، يمكن في 7 شركات بس شغاله في هذا المجال. يمكن بعد القانون ده يصدر، مشروع القانون هتبتدي تنفتح النافذه ويدخل فيه. يعني سمعنا ان الشركه القابضه للتامين هتؤسس الشركه تحت اسم شركه مصر للتمويل التاجيري، هيشترك فيها صندوق تحيا مصر، هيشترك فيها بنك مصر، وايضا شركات تامين خاصه هتبتدي تخش في هذا المزمار. اذا اصبح هناك ادوات ماليه جديده جاذبه للاستثمار. تنوع قنوات الاستثمار ده مفيد للاستثمارات التي تشارك فيها الدوله او الاستثمارات الخاصه. طيب. تقسيم برضو عشان نبقى في الصوره. طيب. مهم جدا خاصه فيما يتعلق بما يسمى التقسيم التصديري. تعرف حضرتك ان معظم مشاكل المصدرين مع المستوردين تتعلق بفكره ان المستورد بيبقى عاوز مهله للسداد او عاوز حسابات مفتوحه يتم من خلالها حساب الموارد، وبالتالي ان الموارد بيلتزم بتصدير البضاعه او المنتجات للمستورد، ولكن ياخذ اجلا طويلا للحصول على امواله. وبالتالي شركات التخصيم هنا تتدخل لتنفيذ الدفع الفوري للموارد، وبالتالي بتحل هذه الاشكاليه. ده هيؤدي ايضا الى تحسين ميزان المدفوعات، هيؤدي الى زياده الطاقه التصديريه للاقتصاد المصري، كل ده هيعود بالايجابيه على الاقتصاد المصري طبعا في الشك. فشركات التخصيم مهمه جدا، شركات التاجير التمويلي مهمه جدا جدا للاقتصاد. بس انا كان نفسي في تعليق برضه هنا، ان حضرتك في قانون بينظم سوق المال، هذا القانون بيتضمن الادوات الماليه طويله الاجل ومتوسطه الاجل بشان الاستثمار اللي هي متعلقه باصدار السندات والاسهم والمؤسسات القائمه زي البورصه والشركات التي تعمل في مجال البورصه. هذا القانون بينظم الادوات الماليه، كان المأمول ان التمويل التاجيري باعتباره بما احد ادوات التمويل غير المصرفيه مع شركات تقسيم، يبقى هناك باب يضاف الى قانون سوق المال، ويبقى قانون موحد للادوات الماليه سواء قصيره الاجل التي يعالجها التقسيم او شركات التمويل التاجيري، او طويله الاجل متوسطه الاجل التي يعالجها قانون سوق راس المال الخاصه باصدار الاسهم والسندات، ويبقى في اطار موحد بدل من تشتيت القواعد القانونيه على المستثمر. دي نقطة. النقطة الثانية برضو، كان المأمول ان القانون دوت طبعا في تنظيم المنازعات فيه بيحيل المنازعات لما للمحاكم الاقتصادية. الحقيقة برضو ان ده مختلف عن كل تشريعات الاستثمار الصادرة والتي تعالج فكرة حل المنازعات الاقتصادية عن طريق التحكيم. الحقيقه ان في المنطقه الاقتصاديه قناه السويس في نظام التحكيم القانون رقم 84 سنه 2002 او قانون الاستثمار
او المنطقه الاقتصاديه في المثلث الذهبي، ممكن يتم استخدام هذا المشروع فللاسف كده هيبقى في تأجير تمويل. هي النقطه دي هيبقى في مستثمر يعالج بيحل نزاعاته عن طريق التحكيم، وهو اسهل واوفر واضمن. انت عارف حضرتك المشروع او رؤوس الاموال لا تستطيع ان تتحمل البطء التقاضي، لان محول المحكمه الاقتصاديه النهارده محكمه الاقتصاديه قاضي، القاضي هينظر ايه؟ هينظر من خلال التعاقد. نقطة جديدة بالاحترام يا دكتور أيمن، أحييك عليها، وده هيخلينا أرجع بالسؤال تاني للدكتور عوض. يعني في الذهن حضرتك من واقع التجارب الواقعية أيضا، ودكتور أيمن إدى بعض الأمثلة، إيه المشروعات اللي هتبدأ الدولة تستفيد بيها من هذا المشروع قانون حل إقراره من البرلمان في أنشطة معينة؟ يعني احنا عندنا السكه الحديد مثلا، دي الحكومه بتشتكي دايما ان ما عندهاش موارد انها تصلح السكه الحديد، وهناك مشروعات كبيره ما عندهاش موارد الدوله. فهل انت شايف انه من خبرتك ومن خلال التجارب الحياتيه والواقعيه وبحوثك انه في مشروعات معينه هتبدا الدوله تستعين بالمشروع قانون ده وتاجير التمويل والتخصيم في تنفيذها؟ طبعا، والاستفاده كمان اضف الى حضرتك كمان الاستفاده من الاصول الغير مستغله للدوله. انا عندي اصول غير مستغله للدوله المصريه كثيره جدا، فلابد في قانون استغلال الاصول ان انا استطيع من خلال التجربه او من خلال عقد التاجير التمويلي ان انشئ هذا الكيان او المبنى او المؤسسه او الكيان الاقتصادي ايا ما كان عن طريق التاجير التمويلي، ثم قلت للدولة بعد ذلك. عندي سكة الحديد، من الممكن جدا ان انا اعيد صياغة تأجيرها بالتأجير التمويلي. التأجير التمويلي بيفيد في ايه؟ ما بيكلفش موازنة الدولة، محملاش أعباء ضخمة. انا بشتري بالخدمة او بشتري السلعة عن طريق التقسيط الزمني، الزمن، بدل ما بحمل ميزانية الدولة او موازنة الدولة كل هذه الاعباء الماليه مره واحده، استطيع ان اجدولها على 10 سنوات. 10 مليار مثلا مطلوبين لاصلاح السكه الحديد، فانا اخذهم من المؤجر مره واحده بالظبط، وادفعهم على 10 مرات على 10. فضلا عن ذلك ان انا ما بخسرش الاصل، لان في النهايه انا بكتب وبأصيغ ضمن العقد ان ايلوله الملكيه، والقانون بيلزم بخصم القيمه الايجاريه التي تم دفعها وادخالها ضمن اعتبارات تقدير الثمن الكلي. القانون نصص على هذا، فإذا أستطيع أن أنشئ سكة حديد جديدة أو نعيد هيكلتها. الغزل والنسيج لدي إشكالية، إشكالية الغزل والنسيج هي في التمويل ليس أكثر ولا أقل. مكان جديد ينزل أستطيع أن أموله عن طريق التأجير التمويلي من مؤجر إلى الدولة، وأعيد ضخ الأموال نتيجة هو مشروع إنتاجي بطبيعته، أوقفه على رجله ويستثمر بيكسب، برد الأصول المستأجرة أو القيمة الإيجارية بدفعها بأوقات وبامتيازات، والدولة المصرية دائما تفي بالتزاماتها التعاقدية تماما. أكثر دليل على ذلك نادي باريس، احنا ملتزمين معاه حتى في أحلق الظروف الاقتصادية. الدولة المصرية كانت الدولة المصرية ملتزمة بالكامل. فإذا بتستطيع أنك أنت سعادتك تمول كل الأنشطة الخدمية أو الإنتاجية عن طريق الأجل الزمني، بالإضافة إلى أنك سعادتك بتوفر فرص عمل، وفي النهاية بتقول الأصل لك. لا، وممكن أنجز في مشروعات متوازية والصحة طبعًا متوازية كتير أكتر من محور، غير ما أعمل مشروعات متتابعة أخلص المشروع ده عشان على قد فلوس السنة دي، السنة الجاية أعمل مشروع تاني سعادتك. لا، أنا ممكن كده أشتغل في المشروعات دي كلها مرة واحدة. تعلم سعادتك من المحفظة الاستثمارية للقطاع الاستثماري الدولة المصرية، احنا محتاجين عشان نصل الى معدلات النمو 7% معدل نمو، المعدل النمو اللي هو الامل للدولة المصرية، انا محتاج محفظة استثمارية 25 مليار دولار. هل استطيع ان انا اوجد من مدخلات الدولة المصرية هذا العائد في سنة واحدة مثلا؟ ولا صعب. في الزمن طبعا جدا صعب. انما استطيع بالتأجير التمويلي وبادوات التمويل الاخرى ان انا استثمر في هذه القطاعات. الصحة، التعليم، تخيل حضرتك ممكن في التأجير التمويلي عن طريق إنشاء المدارس، إن الحكومة عندها عاوزة 110,000 مدرسة، عن طريق التأجير التمويلي تنشئ الشركات المؤجرة الأصول ثم تؤجرها للحكومة، ثم بعد ذلك تدفع الحكومة القيمة، ثم في النهاية تقول هذا الأصل إلى الدولة المصرية. تستطيع حل مشاكل الصحة، التعليم، المستشفيات، الأجهزة الطبية باهظة التكلفة. طيب، تستطيع أنك تورط كافة الأجهزة عن طريق التأجير التمويلي، ثم بعد ذلك أيلولة الملكية. مش ناقص أن أنا أشتغل بس أخطط وأبدأ أشتغل. والمهم جدا الاكزيكتيف ريجوليشن، اللائحه التنفيذيه، اي قانون. طبعا. طيب دكتور ايمن، يعني دلوقتي لعل حد هيتسائل هيقول لك الله، طب هو ايه الفرق بينها وبين البنوك؟ وبعدين الشركات دي هتحل محل البنوك، طب والفلوس اللي في البنوك الناس المودعين بيستثمروها
او مودعينها عشان يتم استثمارها، هي هتقف ولا هتروح لشركات التمويل التاجيري، ولا هيكون الموقف ازاي؟ فسر لنا ده الله يبارك لك. هو طبعا زي ما اتفقنا ان سواء التاجير التمويلي او شركات التخصيم هي احد ادوات التمويل غير التقليديه اللي هي الغير مصرفيه. التمويل الاساسي هو التمويل المصرفي عن طريق البنوك، ولكن يعني اوجه الاختلاف تتعلق بفكره زي ما قلت لحضرتك الضمانات، الرهون، الاقراض طبعا بيبقى ليه شكل واجراءات معينه بالنسبه للمقترض. اما بالنسبه للشركات التاجيريه التمويليه او التخصيم فانها لا تشترط للحصول على خدماتها فكره الضمانات او الرهون، وبالتالي هتبقى جاذبه للاستثمار. ولكن السؤال اللي حضرتك سالته هو البنوك اساسا هتقوم بتاسيس شركات تاجير تمويل. البنوك هتعمل بقى. البنوك هتدخل وشركات التامين هتخش. هو ده بقى هيزيد من فكره التنافسيه وتنوع الادوات الماليه. والا البنوك لو ما دخلتش المجال ده هتخسر. لا ما هو خلي بال حضرتك، ما ينفعش تفضل واقف. البنوك من اكبر المستثمرين المحليين. يعني البنوك الحكوميه او الخاصه او البنوك التجاريه هي من اكبر المستثمرين المحليين داخل البلد. مستثمر محلي يعتبر مستثمر دولي. طيب. شارك في مشروعات دوليه. اسمح لي بس اوقف هنا عشان معايا ضيف كريم على التليفون وهرجع لسيادتك تاني. معنا الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. برحب بك يا دكتور. مساء الخير، تحيه لحضرتك دكتور علي وتحياتي لضيوفك. مساء الخير دكتور. بنتكلم على مشروع قانون التاجير التمويلي والتخصيم. ايه المشاكل او المشكله اللي جاي هذا المشروع قانون ينظمها او يحلها يا دكتور؟ خلينا نوضح في البدايه على انه المشكله كانت اكبر من مجرد تشريع جديد. المشكلة انه للاسف الشديد السيدة في الاستثمار في مصر ما زالت للاسف الشديد هو الاستثمار الفكري ولكن الاستثمار في العملية الانتاجية بقى. والحقيقة هذه الثقافة هي اللي جعلت الجزء الاكبر من الاستثمارات او من رؤوس الاموال لا تشترط في العملية الانتاجية في الوقت اللي احنا الحقيقة محتاجين فيه قدر كبير للغاية من الاستثمار اللي يساعد على زيادة قدر ما ينتج المجتمع من سلع وخدمات. الامر الثاني انه الحقيقه البنوك كي تدخل في مسارها الطبيعي في تمويل الشركات في الاطر الطبيعيه الحقيقه بتواجهها صعوبات، بعضها قانوني، بعضها فني، بعضها اقتصادي ومالي. فالحقيقه فكر التاجير التمويلي هو فكر موجود العالم كله، كان مهم انه يلاقي مسانده تشريعيه قويه داخل مصر. والحقيقه هي الفكره الاساسيه انه ازاي تكون آلية تحرك الأموال ما بين المؤسسات بعضها البعض سهلة وميسرة، وبالتالي الحقيقة يحدث حاليا من تقوية للإطار التشريعي هو بالظبط إن احنا نجعل الجزء الأكبر من الاستثمار يستغرق في العملية الإنتاجية ولا يستغرق في الأصول، لأنه عادة الأصول حينما يتم تأجيلها فكرة التأجير التمويلي اللي هو بالمناسبة شركات التأجير التمويلي انه بيساهم بارقام كبيره في رؤوس اموال البنوك او انه البنوك ايضا بتخرجها ارقام كبيره، لكن احنا بنتجه لمزيد من التخصص بدل ما البنوك تمول بعض خطوط الانتاج او بعض السلع. في هذه الحاله حينما يقوم بهذا الدور شركات متخصصه ففيها بندفع من جوده التمويل، ندفع من جوده الاثمان، وبالتالي ده بيكون مزيد من الحصافه بالنسبه لجهات التمويل. ما يتعلق بشركات التأجير التمويلي بالتاكيد ده بزنس مهم انه نتوسع فيه وانه يكون قدر كبير من الوظائف بتؤدى من خلال هذه الشركات وقدر كبير من الاموال بيتحرك فيما بين الشركات بعضها البعض، وده بالمناسبه هيساعد كثيرا في تحديث التكنولوجي لانه للاسف الشديد ودي ازمه بنواجهها في معظم شركات قطاع الاعمال او شركات الحكوميه اللي للاسف الشديد لم تطلع يد التطوير على مدار عقود طويله. ففكره التاجير التمويلي هي فكره بتيسر كثيرا من الانتقال من خطوط انتاج تقليديه الى خطوط انتاج اكثر تكنولوجي، وبالتالي انه هيساعد كثيرا في الانتاج مش بس في زياده في زيادته ولكن ايضا في. أنا بشكرك دكتور نظرا لأنه معلش الصوت شوية يعني مش واضح، إنما أنا بشكر سيادتك على هذه المشاركة. أستاذ الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة على هذه الإفادة. دكتور أيمن اتفضل، كنا بنتكلم على إن البنوك هتستفيد. طبعا البنوك هتخش أيضا هتنشئ شركات تأجير تمويلي وبالتالي هتبقى لاعب أساسي في هذا النشاط. يعني قلت لحضرتك إنه هيبقى جاذب للشركات التأمين الكبيرة، هتبتدي تكون شركات
تأجير تمويلي البنوك هتشارك بالإضافة إلى القطاع الخاص، وبالتالي يبقى تنوع قنوات الاستثمار، وبالتالي أيضا البنوك. بس يمكن المشكلة اللي ممكن تقابلنا هنا هي فكرة الفايدة، لأن خلي بال حضرتك برضو أن شركات تمويل التأجير بتلجأ للقروض من البنوك، فممكن زيادة الفائدة على الاقتراض في هذه الحالة تؤثر أو تحد شوية من 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 حجم السوق في التعامل في هذه الأدوات. يعني هو ياخد من البنك مثلا فائدة البنك مثلا يعني النهاردة 17 أو 18% ويرجع هو يزود له كمان، هياخد فايدة طبعا على على الإيجار، هياخد يدفع للبنك وهو كمان مش قاعد يتفرج، هيستفيد هو مش قاعد يتفرج، هياخد له 5% كمان، خاصة يا فندم يوصل 25%، مش حاسس ان دي ممكن تبقى عائق؟ يعني ممكن يبقى ليها لاج بعد كده، لكن بقول لحضرتك ان كمان خاصة ان ده ممكن يدفع بعض الأشخاص او بعض الشركات تقول لا، طب ما هو الفايدة من الوعاء الداخلي نفسه هتفوق هذه الفايدة. يعني دلوقتي بنشوف البنوك بترفع الفايدة 20% الحقيقة، يعني البنك المركزي كان اتخذ سياسة نقدية على سنة هو يجذب رؤوس الأموال لأوعية الداخلية ومجال استثماري عشان يعالج موضوعات التضخم ويعالج المشاكل اللي كانت موجودة في الاقتصاد المصري. يعني يمكن دي أحد المشاكل اللي هتعوق شوية العملية دي، لكن طبعا مع دورة الإنتاج وتنوع القنوات الاستثمارية، وزي ما قال معالي الدكتور هشام ان 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 ده كمان هيدي يعني هيطور الوسائل اللي بتستخدم في الصناعه وفي التجاره وفي الزراعه، لان انا النهارده يعني انت شايف ان ده هيحل لنا ازمه التمويل في مشروعات الدوله واحلال احلال التكنولوجيا الموجوده، تكنولوجيا حديثه. يعني النهارده لما شركات تمويل التجاري لما تنفتح وتبتدي انها تجيب اصول راسماليه متقدمه ذات تكنولوجيا عاليه، ده هيعمل ايه؟ المنشاه المحليه نفسها هتبتدي تتطور، هتبتدي انها تاخد، هتبتدي في تنافسيه محليه وتنافسيه دوليه كمان. أي. هتستطيع انها تنافس الشركات الدوليه. وطبعا وفي نقطه كمان هنا فندم، ان فكره التاجير نفسها غير فكره الملكيه. النهارده لما اكون انا شركه بشغل مصنعي بادوات مش ممتلكها، يعني ما تملكتهاش، ما دفعتش فيها اموال طائله، انا مستاجر، يبقى اذا تكلفه المنتج الخارج من عندي هتبقى قليله، ده هيؤدي الى ايه؟ ان الاسعار المعروض بيها هتبقى قليله، وبالتالي هيعالج لي مشاكل التضخم الموجود. يبقى اذا الحقيقه ان الموضوع ده هيسمع فيه ويحل مشاكل كتير. بس صح، بس هي لها برضو جانب اخر بتخليني لازم اتنقل لدكتور عوض بعد اذنك عشان اساله فيه، وبرضو لو حابب تعلق بعد الدكتور عوض. فكره ان انا ماجر حاجه مش بتاعتي مش ملكي، وصح ممكن تقلل السعر، لكن ممكن، انا اسف في التعبير اذا جاز التعبير، ممكن تخليه، خلينا اخذ تعبير استخدام تعبير افضل، يعني يخطف ويجري، بلاش التانية اللي هو يلهف ويجري، وبالتالي ده هيخلي الناس على دراسه الجدوى والضمانات طبعا. يعني خلينا، هل انا كشركه تاجير تمويلي اي حد يجيني المشروع كده اروح ماجر له وموله وبعدين هو يخطف ويجري او يلهف ويجري وما فيش ضمانات ولا فيش دراسه جدوى ممكن المشروع يخسر منه؟ لا لا، اسمع حضرتك وبعدين تعليق من لا لا لا، ده القانون، القانون منظم، عشان كده قلنا لحضرتك ليه كان محتاجه تشريع قانوني خاص، لان القانون السابق 95 لسنه 95 افرز بعض المشاكل الكثيره. ضربت لحضرتك مثال ان انا باجر معدات ضخمه جدا وباجي المعدات دي بتبقى في حوزه شركته في اثناء المشروع، بعض الاشخاص دخلوها ضمن تقييم الاصول لشركته واخد بيها ضمانات. ايوه، فحصل تلاعب. القانون الجديد اصبح يعالج هذه المشاكل وتتبع الاصل حتى لو انتقل الى الغير، ده في احسن افضل من كده برضو. فسيبتها واحد خد المعدات وبعد كده باعها لسين من الناس على انها معداته او اعاد تاجيرها مره اخرى. في القانون اباح للشركات التاجير انها تراقب وتضع الضمانات دي وضمانات طبعا مباشره، وتنزل الى الموقع وتتاكد من ان الالات والمعدات موضوع عليها اسم المالك ومسجل فيه، ولا يستطيع ان هو يتعدى على هذا الاصل، يتعدى على الاصل عقوبته فيها وفقا لهذا القانون. هو المشروع يعتبر مرهون لشركه التمويل التاجير. لا، هو مملوك، مملوك، هو مملوك، مملوك بالفعل. انت ساعتك يعني يتكتب على اليافطه كده مملوك لشركه، مملوك لشركه كذا. سعادتك مستاجر منتفع بالمنفعه فقط. انت عقدك منصب على المنفعه، عقد الايجار بطبيعته عقد منصب على المنفعه، هي ذات فكره عقد الانتفاع بالسياره او بالانتفاع. ما يعملش بقى الشاطر بالظبط كده، الشاطر اللي مش حسن، اليات تتبع، هو مش هيبقى شاطر حسن، هو الشاطر، الشاطر هيبقى حبس نفسه. يعمل ايه بقى؟ يروح عامل مجموعه عقود تمام حلو قوي وياخد بها مقدمات حلو قوي وراح جاي ايه، شكرا سلام عليكم انا ماشي. نجيبه ازاي؟ ده تتبع. هقول لحضرتك على حاجه، نجيبه ازاي؟ ضمانات بقى، دي بيسموها في القانون، القانون التمويل كل قانون له مخاطره، فيه مخاطر عندي في هذا القانون، مخاطر قانونيه ومخاطر قضائيه
ومخاطر تشريعية ومخاطر إدارية ومخاطر تمويلية. لكل هذه المخاطر لا يدخل في هذا النشاط إلا من يبصر بالمخاطر التي تحيط به. اثنين، أنا عندي آليات التتبع للحجز على الآلات، أصوه هيهرب إزاي؟ هيهرب عن طريق الأصل كشخص هو، أو يحتال ليتلاعب فيه. هيعمل عقود يا فندم ويأخذ مقدمات طبعا. الشركة دي مثلا بخمسة مليون طبعا. عمل عقود كمان تأجير تمويلي كمان. عمل عقود بعشرة مليون لإنتاج معين وراح واخدهم وجاري وما يرجعش. ما هي دي من احد الافرازات طبعا. ده بيسال عنها قانون، ده بتخش في الجنايات، في مصاف الجنايات. ماشي، هو جنايات هياخد اعدام، بس انا مش طايله. هو مش هو، انت حضرتك بتتكلم على ايه؟ مشروع احتيالي. احتيالي مشروع احتيالي طبعا وارد لكن اللي بيشتغل عموما في الشركات وفي الضمانات بيبقى عنده مقيد في الهيئه، العقد بيسجل في الهيئة، المستأجر نفسه بالشروط والضمانات وتتبع المال. أصل يعني شركة التأجير إيه؟ المؤجر إن أصل ماله يكون تحت إيديه. أصل ماله تاني هو لازم يخطر الشركة الأصل ويخطر الشركة يتهيألي طبعا كمان. اتنين، في هناك عقد داخل قانون التأجير التمويلي، هو عقد التأمين على الآلات، يجوز إشراك فيه طيب. المستأجر بحصة من التأمين للإهلاك أو الهلاك أو فقدان الأصل، فبيتحمل فيه المستأجر جزء من التقسيط، وبتخش شركات التأمين أيضا تغطي قسط هذه المخاطر. فإذا أنا عندي عشان كده قانون التأجير التمويلي قانون متداخل. شركة التأمين موجودة كشركات تأمين وشركات منشئة كشركات تأمين للأصل للمخاطر. عندي التتبع للأصل الرهون، عندي قاضي وقتي للأمور الوقتية بيصدر قرارات وأوامر وقتية على عرائض بتتبع المال. عندي في القانون أن مجرد التوقف عن الأقساط لمدة 30 يوم أو سداد القيمة الإيجارية لمدة 30 يوم يفسخ العقد تلقائيا ويسترد أصله. طيب. فإذا عندي تتبع، عندي سراب، ما هي دي المشكلات اللي حصلت في القانون السابق والتلاعبات اللي حصلت. لكن الاحتيال سمة ومتطور، والجريمة بترتقى مع ارتقاء العقل ومش البشري، ومش هتخلينا نتوقف. لكن مش هنضرب. طيب دكتور أيمن، مع كل احترام اللي قاله الدكتور عوض، إنما برضو يبقى السؤال قائما، الضمانات ودراسة الجدوى، خليه مش هيحتال والراجل امين وكل حاجه، بس عمل لي مشروع مولته له وجبت له مكن وبتاع، والراجل فاشل وما عرفش يشتغل، وهيخسرني انا كشركه تمويل تاجيري، وهيخسر نفسه وهيخسر الدنيا وهيخسر الدوله. طب انا درست الجدوى دي، مين اللي هيعملها؟ لا يا فندم، هو في طبعا ضمانات تشريعيه نص عليها. الحقيقه كان في قصور في التشريع الحالي، كان يستلزم تدخل تشريعي وتعديل السياسه التشريعيه القائمه عشان تواجه اللي سيادتك بتقول. فمقترح القانون هو لسه مشروع، يعني مش قانون، لكن حاليا هنطبق القانون 95، ما زلنا مقدم 95 وتعديلاته. اما اللي بنتكلم فيه دلوقتي وحاليا هو مشروع قانون لا ينفذ لسه. لسه مجرد افكار. طبعا لسه افكار. فبالافكار ديت ان هي حاطت ضمانات تشريعيه تضمن بقى اللي حضرتك بتقوله دوت. اولا فكره العقوبات، احنا لازم برضو نواجه تشريعيا، لازم نخوف شويه الناس اللي حضرتك اشرت ليهم ان هم بيحتالوا. شددت العقوبات الحقيقه، كانت زمان في القانون الحالي كان موجود غرامات، دلوقتي حبس من 6 أشهر لخمس سنوات، زودت الغرامه، او ممكن ياخد حبس وغرامه او احدى هاتين العقوبتين. ففكره الحبس دخلت كاحد العقوبات الرادعه لفكره التشغيل او المخالفه. يا دكتور ايمن مش هيقعد لك رقم واحد كل يوم التاني في بلد لا انا بتكلم ان ده رقم واحد، خليه عمل احتيال وانت عملت له حبس ولا اعدام حتى هتجيبه منين؟ لا، القانون نقل لفكره العقوبه، يعني غلظ العقوبه دي، احيانا بتبقى رضيعه، يعني الشخص برضو بيفكر قبل ما يعمل جريمته، بيفكر احيانا في العقوبه. ثانيا برضو القانون حط ضمانات خاصة، مش أي حد طبعا هيتعامل مع شركات تمويل تأجيري، يعني مش معنى إن هي مختلفة عن طرق التمويل التقليدية اللي بيطلبها البنك إن هي ميبقاش بدون ضمانات. لا، يعني مثلا شركة التخصيم مثلا عشان تتداخل مع شركة أخرى بتقدم خدمات لازم تقوم بدور الوساطة الائتمانية والدراسة الائتمانية للمدين. أيوه، يعني دي احد الضمانات، يعني قبل ما اخش شركات التامين زي ما قال الدكتور عوض، انا بخش الاول بدرس هل الراجل دوت عنده ارصده في البنوك، هل عنده اصول،
بيحصل تحرك دراسه عمل دراسه جدوى هينجح ولا التتبع السي في بتاعه، هل هو مستثمر لسه مبتدئ او جاي منشاه ايه يعني هل هو ليه في 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 في, في المجال الاقتصادي في النشاط الاقتصادي ولا هو راجل هاوي فطبعا دي كلها يعني زي ما بقول لحضرتك كده فكره الوساطه الائتمانيه او السؤال على الجداره الائتمانيه للمدين في شركات التخصيم على سبيل المثال. في شركات التمويل التاجيري برضو لازم يكون هناك حد ادنى للضمانات اللي بتضمن بيها الشركه الرجوع، وخاصه ان حضرتك انت بتتكلم في اصول ثابته راس ماليه صعب ان يعني هيتصرف فيها ازاي، ياخدها ويمشي مثلا ما يجوز البيع فيه ماشي ما يستطيع البيع ما هو ماشي بس انا هكون هيكون خسر يعني هو كلف مكن المكن ده لو اشتغل شهر وسابها ومشي هو جابته بمليون جنيه بعد شهر من شغله مش هيسوى 500,000 جنيه لا ما هتعود لي انا كمان ماشي ما انا مش عارف هبيعها مستعمله لا مش هبيعها برضه هتستمر معايا ده بالعكس هو خسر النهارده لما يدخل معايا في قيمه ايجاريه اصل هو بيدفع ايجار يا دكتور علي هو ما بيدفعش بيدفع قيمه ايجاريه فالقيمه الايجاريه ديت بيدفعها نظير الاستخدام او الانتفاع قيمه ايجاريه ممكن اجرها لحد ثاني انزله لحد ثاني خلاص يمشي اوكي خلاص افسخ لا ما هو حتى في القانون قال لك يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه اذا طب والعمليات بقى اللي هياخد عليها مقدمات يعني عمل يقول لك انا عامل خط انتاج منتج مثلا سياره مثلا وبدا ياخد مقدمات من موزعين وخلافه لا هقول لحضرتك حاجه من الواقع العملي وما انتجش ومشي في حاجه في الواقع العملي بس انا بس بعقب على فكره هي في نقطه ان حالات التاجير التمويلي وشركات التخصيب لا تخضع للدعاوى المستعجله يعني ما ينفعش اخد عليها امر على عريضه لانها ليست من الامور المستعجله للاسف فالقاضي بينظر العقد وقصه كده كبيره يعني فلذلك طيب. انا بقول نلجا للتحكيم على سنه اسرع وانفذ اسرع من المحكمه الاقتصاديه انا بتكلم ان في بقى دعاوى منظوره حاليا ايه اللي بيحصل حضرتك الاشكاليه في ايه بالنسبه للمحاكم العاديه ان الراجل بيقول في الاتفاق نفسه ان انا هنهي التعاقد دوت لما انهي خط الانتاج او اخلص المشروع فاحيانا المده العقد تنتهي دون ان ينتهي من اتمام المشروع فبيبقى قدام القاضي بيبقى خايف يفسخ العقد لان خايف على سمعه الاستثمار المصري وتحسين مناخ الاستثمار القومي وفي نفس الوقت الراجل المؤجر بيطالب بالاسترداد نظير انتهاء مده العقد فدي اشكاليات احيانا المستاجر ما بيردش بقى الالات وبالتالي بقى بيبقى نخش في قضايا تزوير وهي دي الاشكاليه اللي موجوده حاليا في الواقع العملي يعني. أي. طيب دكتور عوض هو المجال ده التمويل التاجيري والتخصيم تدخل فيه شركات وطنيه واجنبيه ولا شركات وطنيه؟ طبعا في تمويل اصلا تاجير تمويلي عن طريق الشركات الوطنيه وبيسمى العقد الوطني او المصري الخالص واذا كان الشرك او الطرف الاخر اجنبي او له مقر في دوله اجنبيه بيكون العقد دولي بطبيعته ده بحكم ليه؟ هذا الحكم سعادتك يا دكتور علي الاستثمارات عموما وقوانينها في معاهدتين دوليتين على قمة هذه الاستثمارات وهما اتفاقية واشنطن 59 واتفاقية نيويورك. اتفاقية واشنطن ونيويورك بيعطيان الحق كما يعني اسلف معالي الدكتور ايمن في اللجوء الى التحكيم اذا كان المستثمر اجنبي ضد الدوله مباشره دون ان يكون هناك شرط تحكيم يعني القانون المصري بيقول ان يكون هناك نص او مشارطه تحكيم او يتضمن عقد شرط تحكيم لا انت موقع على اتفاقيه دوليه سنه 59 وسنه 61 وصدق عليها البرلمان المصري واصبحت جزء من قانونك الداخلي فاذا انت مقيد بالتشريعات الدوليه التي تم الاتفاق عليها او التوقيع عليها وفقا لقواعد القانون الدولي فالعقد بيتحول من هنا من طبيعته الوطنية الخالصة إلى طبيعة دولية فيلجأ فيه من حقه أن يلجأ للتحكيم الداخلي أو الخارجي أو يلجأ إلى القضاء العادي. الإشكالية الكبرى أو المسألة الهامة جدا أن مسألة التنازل عن أو الجزئية الهامة في القانون التنازل عن عقد أو عن حق المؤجر لآخر وتنازل المستأجر لآخر أن القانون أجاز هذا الحق فأصبحت أن أنا ممكن أنا أمول هذا العقد وفي النهاية أبيع هذا الحق لشركة أخرى يعني أتفق مع شركة وليكن شركة هولندية أن هي هتمول باعتبارها المول أو المورد باعتباره المؤجر أو المورد
ثم بعد ذلك هذه الشركة تبيع إلى سين شركة أخرى خالص. أنت شايف يا دكتور إجازة التنازل ولا عدم إجازته؟ لا أنا بشوف أن التنازل لا يتم التنازل ولا فيه إلا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عشان تعرف طبيعة الشركة عشان ما نشيش جنسيتها بالظبط جنسيتها عشان منشيش. لأن أنا وافقت لسين ممكن ما وافقش لصار. ليه؟ لأن احنا نقول دايما كده في القانون أن عقد المنافع أو عقد الإيجار يدخل فيه الاعتبار الشخصي اللي ساعتها كنت بتكلم عليه. تمام. أنا بأجر للدكتور علي لأني أضمن الدكتور أثق علي فيه بالظبط كده أثق. إنما لا أضمن للآخر أن يحل محله في الحقوق او في الاداره. صحيح. فلا بد ان احنا نكون واضحين. صح. احنا بنتكلم القانون يخدم في الحق ويخدم ايضا في الباطل فلا بد ان نتعامل مع الاحتمالات. اخر دقيقه معاك الوقت خلص تقريبا. شايف ده ممكن يعني يساهم في الاقتصاد الوطني ازاي او ينفع الاقتصاد الوطني ازاي التأجير التمويلي والتخصيص؟ لا طبعا زي ما قلنا لحضرتك ان هو بيتيح اولا القانون السادس حاجه يعني مشروع القانون السادس حاجه جميله جدا وهي دخول الشركات المتوسطه ومتناهيه الصغر فيما اللي هي الخاصه بالتمويل الخاضعه للقانون اسمه 141 لسنه 2014 اللي هي خاضعه لاحكام هذا القانون في هذا المجال وبالتالي ده حق التمويل بسقف ائتمالي 100,000 جنيه. حقيقه ده امر مفيد جدا للشباب الناشئ اللي هو لسه بيبدا في مشاريع استثماريه صغيره دي احد ايجابيات هذا القانون. اثنين قلنا بيتيح للشركات استحداث الاصول الراسماليه استفادة من التكنولوجيا الحديثة دخول الشركات المصرية لسوق العالمية بيوفر على الدولة عملة صعبة جدا ممكن تستفيد بها العملة الصعبة في الاستيراد تستفيد بها في مجالات أخرى بيدعم الاقتصاد المصري بكافة الأشكال بيدعم الاستثمار بيدعم فكرة تهيئة مناخ الاستثمار باعتباره مناخ جاذب للاستثمار. النهاردة أنا مستثمر أول حاجة بشوفها إيه حجم السوق المالي والاستثمار داخل البلد المضيف للاستثمار فبلاقي تنوع الأدوات المالية الخاصة بالتمويل فده أمر بيجذبني لهذا البلد. نعم. فده كلها أمور جاذبة للاستثمار ومهيئة لمناخ الاستثمار بشكل أفضل ويحقق التنمية الاقتصادية ونمو الاقتصاد المصري. إن شاء الله بنتهي الوقت ولا ينتهي الجدل. أشكركم شكرا جزيلا. أشكر الدكتور عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل المحامي النقد. شكرا جزيلا دكتور. كما أشكر الأستاذ الدكتور أيمن عبد المرضي أستاذ التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. شكرا جزيلا. شكرا معالي الدكتور فندم. شكرا لحضراتكم وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشريعية. لكم تحية أسرة البرنامج وإلى اللقاء.